بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد في المرجع في الرياضيات الثالث ابتدائي الوحدة الخامسة، كما تنشوفوا هنا دعم الدرسين 19 و20، صفحة 84. تنعتذر على واحد الغلط وقع في الفيديو السابق في الدرس ديال المجسمات وخصائصها، بأن درت الكرة بأن ليس لها وجه، هي عندها واحد الوجه. تنعتذر، هو غلط مع الارتباك. عندنا التمرين الأول: ملأت حسناء علبة التوابل المقسمة إلى أجزاء متساوية كما في الشكل. هنا دارت هذه حسناء، خدات العلب ديال التوابل، العلبة فيها تتقسم فيها التوابل، وقسمتها إلى أجزاء متساوية. شنو هاد التوابل؟ عندنا زنجبيل خدا هاد الحصة هذا، والكامون خدا هاد القدر، والفلفل الأحمر خدا هاد القدر. إذا السؤال قالوا لنا أكتب ما يمثله كل نوع من التوابل، أكتب كل نوع من التوابل ما يمثله في هاد العلبة هذه. عندنا الفلفل الأحمر، ماذا يمثل الفلفل الأحمر؟ حنا غنحطو على عدد كسري. دائما تنقولو في المقام تنحسبو العدد الكلي، إذا عندنا هنا 6 في المقام. عندنا الفلفل الأحمر، ماذا يمثل الفلفل الأحمر؟ شحال من 6؟ 3 من 6، 3 على 6. الكمون، إذا عندنا كما قلنا المقام 6، الكمون يمثل 2 على 6، الزنجبيل يمثل 1 على 6. إذا ثانيا أقارن بين ما يمثله الكمون والفلفل الأحمر، ماذا يمثل الكمون والفلفل الأحمر؟ غادي نقولوا ما يمثله الفلفل الأحمر أكبر ما يمثله الكمون، أو نكتب ما يمثله الكمون أصغر مما يمثله الفلفل الأحمر. كلتا الأجوبة صحيحة. غنكتب ما يمثله الفلفل الأحمر أكثر أو أكبر، أكثر ما يمثله الكمون. أتمنى يكون واضح. ثانيا ألون ما يمثله العددان التاليين على الشريطين وأقارنهما. أعطونا عددان كسريان وغادي نمثلهم على الشريط. أولا عندنا في المقام 6، خصنا نعرفو الشريط فيه 6، كما تنشوفوا هاد الأشرطة بجوج متساوية، الشريط الأول والشريط الثاني. هنا عندنا في المقام 6، خصنا نشوفوا واش عندهم 6 في المقام، 1 2 3 4 5 6. إذا غنلونو 3 على 6، غادي ناخدو 3 على 6، غنلونو 3 على 6، 3 من 6. إذا هنا قرنا 3 على 6، 5 على 6. إذا انت هنا عندنا في المقام 5، عندنا 6 في المقام، غادي نلونو 5. خمسة على ستة، كبلوناهم غنقارنهم. هنا عندنا 3 على 6 ما يمثله الشريط الأول، و5 على 6 ما يمثله الشريط الثاني. غنقارنهم بأن المقام موحد، غنشوفو البسط 5 3، إذا 5 أكبر من 3، إذا 5 على 6 كيف ما تنشوفو هنا أكبر من 3 على 6. أختزل متى أمكن ذلك. عندنا 4 على 8 دان تساوي 4 مقسومة على 2، 8 مقسومة على 2 تساوي 4 مقسومة على 2، 2
وثمانية مقسومة على اثنان أربعة يساوي اثنان مقسوم على اثنان أربعة مقسومة على اثنان يساوي واحد على اثنان مقسوم على اثنان واحد أربعة مقسوم على اثنان اثنان يساوي واحد على اثنان ستة على تسعة ستة مقسومة على ثلاثة خصنا المضاعفات ديالها يكونوا ستة ثلاثة نفس عندهم نفس المضاعفة تسعة مقسومة على ثلاثة ستة مقسومة على ثلاثة اثنان وتسعة مقسومة على ثلاثة ثلاثة هنا اثنان على ثلاثة ما نقدرش نزيد نختزلوها سبعة مقسومة على أربعة عشر سبعة مقسومة على سبعة أربعة عشر مقسومة على سبعة سبعة على سبعة واحد أربعة عشر مقسومة على سبعة اثنان عشرة مقسومة على اثنا عشر عشرة على اثنا عشر عشرة مقسومة على اثنان اثنا عشر مقسومة على اثنان عشرة على اثنان خمسة اثنا عشر على اثنان ستة تمرين أربعة أقارن كل عددين كسريين مما يلي بوضع الرمز المناسب أقارن كل عددين كسريين مما يلي بوضع الرمز المناسب إذا عطاونا جوج الأشرطة والمقارنة ديالو أنا واحد على أربعة يساوي هاد الشريط واحد على أربعة أربعة فيها المقام اثنان على أربعة يساوي هاد الشريط ها اثنان على أربعة دابا شكون لي كبير واش واحد على على أربعة ولا اثنان على أربعة تنشوفوا بأن اثنان على أربعة أكبر من واحد لأن الرمز اثنان على أربعة عندنا جوج الأشرطة متساوية في الطول ثلاثة على ثمانية وخمسة على ثمانية ثلاثة على ثمانية يساوي هاد الشريط هذا وخمسة على ثمانية يساوي هاد الشريط هذا دابا غنقارنهم وتنشوفوا بأن خمسة على ثمانية أكبر من ثلاثة على ثمانية خمسة على سبعة سبعة على سبعة سبعة على سبعة وخمسة على سبعة إذن سبعة على سبعة أكبر من خمسة على سبعة ثمانية على اثنا عشر وخمسة على اثنا عشر ثمانية على اثنا عشر وخمسة على اثنا عشر ثمانية على اثنا عشر أكبر من خمسة على اثنا عشر خامسا أكتب أسماء المجسمات الآتية هذا كما قلنا في الفيديو السابق هذا سميته مكعب هذه كرة هذا متوازي المستطيلات هذه أسطوانة أكمل الجدول التالي تمرين ستة هنا المجسمات وهنا عدد الوجوه ديالها وهنا عدد الأحرف وهنا عدد الرؤوس كما قلنا سابقا واحد الغلط اللي تنعاود نكرر بأن الكرة خطأت فيها بأن الكرة عندها واحد الوجه درت في الفيديو السابق صفر وتنعتذر الكرة عندها واحد الوجه إذا عندنا هذا كما قلنا سابقا مكعب مكعب عدد الأوجه ديالو كيف ما عرفنا في الفيديوهات السابقة عنده ستة أوجه وعندنا 12 حرف وعندنا 8 الرؤوس ربعة الفوق وربعة التحت الكرة عندها واحد الوجه وما عندهاش الأحرف وما عندهاش الرؤوس هذا متوازي المستطيلات عنده ستة في الوجوه 12 حرف وثمانية ديال الرؤوس عندنا هنا الأسطوانة عندها ثلاثة ديال الوجوه وعندها صفر حرف وصفر رأس تنتمنى هذا الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم واستفدت منه وتنعاود نكرر الاعتذار ديالي على داك الخطأ
واللي باقي ما شارك في القناة يشارك باش يوصلكوا الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.